أحبائي المشاهدين في قناة أغابي، أهلا بيكم مرة تانية في برنامجكم عائلتي. تقابلنا قبل كده وهنتقابل، ويا رب البرنامج يكون متشاف قدامكم، بتصلولنا ومنتظرين دايما جواباتكم وإيميلاتكم وتليفوناتكم اللي فعلا ابتدت توصل، وابتدينا نفرح برد الفعل الجميل اللي من كتير من السادة المشاهدين. برنامجكو عائلتي بيتكلم عن أهم حاجة في خطة الله، العيلة، الإنسان اللي ربنا خلقه على صورته والعيلة اللي ربنا عملها على صورته. في الحلقات اللي فاتت تكلمنا على أساس العيلة، المسيح أساس الأسرة، الكرمة تكلمنا عليها، العناباية اللي مسنودة على شجرة، الأسرة اللي مسنودة على المسيح. طلبنا منكم ووعدتونا وطلبنا بإلحاح، وفعلا ناس كتيرة منكم استجابت، إزاي نعمل مذبح جوه البيت، إزاي نجتمع مع بعض حوالين هذا المذبح عشان نقرأ جزء من الكتاب ونتشارك في الصلاة ونحط شخص المسيح جوه البيت يحل كتير جدا 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 من مشاكل مستعصية قعدت سنين وسنين. تكلمنا المرة اللي فاتت كمان على موضوع الحب، وقلنا الخطوة التانية في العيلة، الموضوع التاني لو عايزين نتكلم عليه قضية الحب، المفاهيم بتاعت الحب. ومش كل كلمة تتقال حب معناه الناس بتحب بعض، صدقوني كتير بنسمع شباب وياما شفنا اتنين يبتدوا قصة حب ملتهبة مولعة مفحفحة والدنيا هايصة، ويقعدوا يجيبوا بعض ويروحوا مع بعض ويتكلموا مع بعض، وبعد القصة الملتهبة العنيفة دي نكتشف ان ده كان حب سطحي، حب حسي، مجرد ما انتهى الغرض منه قلب كراهية. لكل شاب ولكل شابة حذرناهم المرة اللي فاتت وبنحذرهم المرة دي، اهو أمنون وسمار قاعد يقول لا بحبك، ده عي من كتر ما حبها رقد. شوف الحب وصل بيه لفين، مسكين خالص خالص رقد، وبعد ما رقد في السرير وقال يا عيا يا ياني تعالولي والحقوني من الحب اللي عياني، وغنى طبعا مع اللي غنوا وصرخ مع اللي صرخوا، واول ما جات له اخته وعمل الحيله اللي قلناها المره اللي فاتت وانفرد بيها، النتيجه انه اساء اليها واهان جسمها واهان شخصها، وانا قال لها يلا مع السلامة. كام بنت بتسمعني دلوقتي شافت أو سمعت أو اتعرضت للموقف ده؟ كام بنت مشيت شهور وسنين في قصص حب وهمية؟ يا ما بشوف الكلام ده، عندي عشرات ومئات من الحالات، وللأسف بشوف ناس متجوزين وناس مش متجوزين ماشيين مع ناس متجوزين، وناس متجوزين ماشيين مع ناس يعني القصة بقت ملخبطة، ومشاعر بيقولوا عليها حب. بنت تبقى ماشيه مع واحد متجوز تقول معني بحبه، مسكين خالص، ايه مراته ما بتحبوش، فانا بديله الحب اللي مراته مسكين خالص، هما الاثنين مساكين، فالحب اللي هو والعكس، واحد ماشي مع واحده اصل هو اتجوزت عن غير حب، ويقعد هو فاهم انها حب ودي فاهمه انه حب، وهو مجرد شهوه، ومجرد ما ينال شهوته هيفتح الباب يقول لك مع السلامه، او هتفتح الباب. بنات بقى دلوقتي بيعملوا كده على فكره، تقول له مع السلامة، خلاص شكرا، متشكرين خالص، كان أن الحب والبغضة الكلمتين اتقابلوا في نفس الآية، أبغضها بغضة شديدة جدا أكثر من المحبة التي أحبها إياه. لكل واحد بيقول كلمة الحب دي، كلمة الشهوة دي، بحذره. ربنا شرع في الزواج، احنا بنقول حتى في طقس الإكليل في الكنيسة شارع شريعة الكمال وواضع ناموس الأفضل، ناموس يعني قانون، ربنا حط شريعة حط قانون. ربنا حتى في سر الإكليل لما الأب الكاهن بيجيب العريس والعروس مع بعض يقربهم من بعض كده، يعني يقول لهم يلا انتوا كده في مظلة الروح القدس، والشماس من ورا يقول استلم يا عريس عروسا هي لك وحلال لك، ده خلاص بقى ده في النعمة، ده التقاء أجساد في مظلة الروح، ده حلو، ده نعمة، ده بركة. حب يزود العلاقة بالدين، لكن الحب التاني ده يدمر. تعال النهاردة نتكلم ونكمل موضوعنا، الحب الحسي ده بيدمر سبع حاجات.
سبع حاجات. واحد، تعال نعد مع بعض كتير من المشاكل اللي بنشوفها، من التدميرات، من الأمور الكتير اللي الحب ده بيدمرها. الكتاب يقول في سفر الأمثال إصحاح 6 عدد 27: أيأخذ الإنسان ناراً في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ واحد بيحضن النار هيجرى له إيه يعني؟ هدومه تولع. أيسير الإنسان على الجمر ولا تكتوي قدمه؟ نار. فالنوع ده نوع خدع بيه الشرير أذهان الناس علشان يوصل بيهم لأنهم يتحرقوا. وبالمناسبة عايز أقول لكم حاجة، من السفرات المتعددة اللي احنا بنسافرها وبنشوف النوعيات دي، يمكن بعض الناس يقولوا على الايه الغرب المنحل، الامريكا المنحلة، الناس دول بعد ما داقوا النوعية دي من الحرية والانفلات الجنسي تحت مسمى الحرية، تحت مسمى الصداقة، تحت مسمى البريمارايتال سيكشوال ريليشنز، العلاقات الجنسية قبل الزواج، والحرية يقول لك انا احب واتجوز، بعد دلوقتي بيصرخوا وبينادوا علينا وعلى المتخصصين تعالوا الحقونا، تعالوا الحقوا المجتمع اللي بيتدمر. في بلاد كتيرة في أوروبا الواحد زارها، رحت بلاد كتيرة تؤمن بالجنس وتعبد إله الجنس. في بلاد أنا شفت فيها هذه الإباحية على شكل غير عادي. اسألونا بيحصل إيه؟ إباحية جنسية، حر الولد والبنت منهم ما عاوزين، ولما لو أن الإباحية دي مش كفاية يعني مشوا مع بعض، طب خلاص ما ايه رايكم كمان ندخل اباحيه المخدرات؟ انا حر بقى، انا امشي مع اللي عايزه وتمشي مع اللي عاوزاه. ابتدوا الاولاد والبنات يمشوا مع بعض ويعملوا اللي هم عاوزين، ابتدت تطلع لهم مشاكل، عشان يحلوا المشاكل حلوها بالمخدرات والخمر. مشاكل ايه؟ البنت بقت تحمل، عندنا مشاكل بنشوفها في العالم الغربي اسمها حمل ما قبل سن ال 12. تخيلوا بنات في سن 12 و13 سنه و11 سنه بتحمل، وعادي في كتير من المدارس في أمريكا وكندا وأوروبا بنات في سن تاني عدد وتالت عدد عادي رايحين المدرسة حامل، عادي ده بقى شبه عادي يعني. طب وهتعمل ايه؟ الولد ده مين ابوه؟ يقول لك ما عرفش، او اعرف ومش هقول، او انتوا مالكم؟ طب مين هيربيه؟ بنت عمرها 12 سنة هي من ابنها يعني هتربي ايه؟ فيطلع الولد كمان ضايع، او تسقطه. دخلنا في مشكلة تالتة انها مشاعر اجهاض، وبعدين تيجي تقول لها اتجوزي تقول لك اتجوز ليه؟ يعني الاسره ابتدت تتدمر. فابتدوا يصرخوا بقى، طب يحلوها ازاي؟ بدل ما يحلوها يعقلوا، قال طب ندخل حاجه تلهي الناس، دخلوا لهم المخدرات. في بلاد دلوقتي في العالم اباحوا المخدرات، قال لك اشتري زي ما انت عاوز. في بعض البلاد حطوا قوانين لبيع المخدرات حتى يقول لك اللي عاوز يشرب طبعا عشان يداروا بالمخدرات الاباحيه الجنسيه. وبعد ما عملوا المخدرات لقوا ان الناس بتشرب مخدرات بتدمن، وبعد ما تدمن عارفين حصل ايه؟ وصلوا الى مستشفيات الامراض العقليه بسبب محاولات الانتحار المتكرره. اعلى نسبه انتحار في العالم في البلاد اللي اباحت الجنس والمخدرات. ايه رايكم بقى؟ شايفين السلسله؟ غلطة تجيب غلطة تجيب غلطة، الخطية خاطئة جدا. ايه بقى الحاجات اللي بتدمرها المحبة دي ان من نوع ده؟ واحد، تدمر النفس. تقول يعني ايه؟ كان عندي مرة في سفرية من السفرات لأوروبا بنت قاعدة قدامي في محاضرة، فبتسألني، كنت بتكلم في المحاضرة دي عن مخاطر العلاقات الجسدية خارج الزواج، وبتكلم على الضرر الجسدي. كنت عامل زي يمكن إن شاء الله في البرنامج نبقى نتكلم عن الموضوع ده بتفصيل، عن الأمراض اللي بتتنقل عن طريق العلاقات دي. فقالت لي بص يا دكتور، إحنا في المدارس عندنا بنت عمرها حوالي 14 سنة بيعلمونا حاجة اسمها إزاي أنا حافظ على نفسي من العدوى. يعني شوف في المدرسة بيقولوا لنا أنت من حقك تغلطي، لكن أهم حاجة ما تتعديش. طب انا خلاص كده مش هتعدي جسديا، ايه رايك؟ قلت لها طب انت مش هتتعدي جسديا، طب ماذا يحدث داخل النفس؟ هي يعني المشكله مش بس في الجسد، المشكله عامله زي ايه بالظبط احبائي؟ زي ما اجيب انا ورقتين زي دول واحطهم فوق بعض كده واجي لازقهم بصمغ، خلاص، وبعدين خدت القرار ان انا افك الورقتين من بعض، فكوا بس يطلعوا ايه؟ فتفيد. لما تيجي تلزق اتنين في علاقه خارج الزواج
وبعدين تيجي تبعدهم عن بعض. العلاقة دي لم يقدسها الله ولم تسير حسب الخطة والبرنامج والكتالوج اللي قلناه. عواطف اتنين قربوا من بعض لدرجة اتحدوا، وبعدين تقول لهم شكرا يلا مع السلامة، كل واحد يروح في حتة. تطلع العواطف، تطلع النفس متقطعة. اسألوا الناس دول بيحسوا بإيه؟ يحسوا بلذة بس من غير فرح. اسألوهم عن مشاعرهم. ما يقدرش يأمن لحد، ما يقدرش يثق في حد، متهان، مجروح، شعوره بالذنب. النفس بتتقطع زي الورقة دي. أيأخذ الإنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ يبقى الناس اللي فاهمة القصة كده بنحذرهم، النفس بتتدمر. اسألوا البنات والأولاد، يجوا صدقوني وشهم في الأرض، ولما تيجي تتكلم في الموضوع تقولك مش قادر أرفع عيني، أو أكتبه لك في جواب، أو أبعته لك ميل، مش قادر أتطلع من بقى. ولما تتشجع لازم كيس المناديل يخلص من البكاء والدموع والندم، وبعد كده تبقى مش قادرة، مش قادرة تتحرك من اللي هي فيه، خلاص بقت متكلبشة في الحتة دي، ضاقت النوع ده من اللذة، فخلاص بقت مدمنة، فمتهانة أو متهان ومش قادر يعمل حاجة. اتنين، تدمر الروح. ربنا يغيب عن المشهد والروح تتحرم من اللقاء بالله. شوفوا النفس الفرحانة، داود لما يرفع ايده يقول له كده أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. ترفع ايدك تحس بحضرة الله وبهجة الروح القدس، خلاص كده ربنا ايه انعزل عن النفس. كفاية ان الروح تتحرم من مصدر الفرح بتاعها. ثلاثة، تدمر الجسد. في ناس كتير قاعدين قدامي عارفين ماذا حدث لأجساد البشرية بعد الإباحيات الجنسية. الأمراض اللي انتشرت والعدوى اللي انتشرت. أظنكم سمعتوا عن فوبيا مرض الإيدز اللي اجتاح العالم ابتداء من أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، بقالنا 50 سنة النهاردة بلا علاج. كان زمان من 100 سنة كانت تطلع الأمراض الجنسية أو اللي تنتقل بالعدوى ويعالجوها، يطلع مرض يكتبوا له مضاد حيوي، يطلع مرض يكتبوا له مضاد. دلوقتي طلع مرض مش عارفين نكتب له، انه فيروس ملوش علاج، ويسكن جوه الجسم ويتنوا مع الانسان لغايه لما يموت. ده جزء من شغلنا ان احنا نقعد مع بني ادم يجي لك يقول لك يا دكتور انا خايف لكون اتعديت، تاخد له نقطه دم وتبعتها المعمل، ويقعد هو على اعصابه مستني اسبوعين ثلاثه، وبعدين تيجي نقطه الدم تقول له الحقيقه التحليل ايجابي. شوفوا الانهيار اللي بيحصل له، الاحساس ان بني ادم هيموت، الاحساس، وبعدين يجي له بقى مشاعر متناقضه، انا عملت ايه، انا غلطت في ايه، انا ارجع ازاي. الجسد تم تدميره، النفس، الروح، الجسد. أربعة، العيلة. يتم تدمير العيلة لما زوج يخون زوجته او زوجة تخون زوجها. بيحصل ايه؟ فاكرين قصة داود لما خان زوجته وأخطأ مع بتشبع؟ يقول الكتاب كده ربنا بعت له على لسان النبي نسان قال له لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد، زي ما عملت هيتعمل فيك. قانون الزرع والحصاد، البيت بيتدمر. قولوا لي أب زي ده أو زوج زي ده يبص زي في وش مراته. أنا عندي زوجات وأزواج تيجي تقول لي أنا مش قادر أبص في وش جوزي، لما بخش البيت وسبح عليه مش عيني ما تقدرش يجي في عيني مكسورة، أو زوج يقول لي ما أقدرش أكلمها، ويحسوا ببعض ويبتدي يحصل فرقة وغربة وبعد، والخاين يتنه خاين، فالبيت يقعد يتكسر، وبعدين ما يعرفش يخبي، هتتفقس هتتكشف، أصله ليس خفي إلا وسيعلم. منظرك إيه قدام مراتك وولادك؟ تدمير يا جماعة، تدمير بيحصل، العيلة بتتكسر. وبعدين الولاد يشوفوا أبوهم مش هيعملوا زيه، الأب منحل زي ولاد داود. ما هو داود غلط مع بتشبع، ابنه أمنون زي ما قلنا في الحلقة السابقة غلط مع أخته سمر، يعني ما جابوش من برة يعني، أدي القصة. وأمنون الواد الكبير ابن داود الكبير طالع زي باباه بالظبط، يقول لك كان شعره يطوله زي النساء، متعجب بنفسه، كان يحب قوي إن البنات يبصوله يعني، فطلع زي باباه بالظبط، عينه مش متزبطة، كان يطول شعره ويقعد يمشي في الشوارع عشان الناس تمتده، يعني يقص شعره، شوفوا اللي كان بيحصل له، يعني يقص شعره ويوزنه عشان كل الناس يقول يا سلام شعره جميل كالنساء. ده شغل الرجالة ده يعني؟ ده كلام مظبوط يعني؟ ما هو جايبه منين؟ ما هو متربي في بيت. ادي الاب اللي نقل الكلام ده لاولاده.
عشان كده داود توبته كانت ايه؟ كانت كلها جراح، عمال يقول يا رب انا غلطت ليك وغلطت في عيلتي. خلي بالك العيله اللي ربنا ائتمنك عليها انت بتدمرها، تدمر النفس، تدمر الروح، تدمر الجسد، تدمر عيله. لسه في كلام كتير هنقوله وهنتكلم على الموضوع ده، بس خد بالك الواجب بتاع النهارده، ياللي ابتديت تطلع بره الحظيره، ياللي ابتديت تحس انه قلبك اتشال من مظله الحمايه الالهيه، ياللي مشيت في الخط ده، ما تيأسش. قلب الله مفتوح وحضن الله مفتوح، تقدم توبه صادقه من قلبك وتعترف بيها وتقدم التوبه امام الله وامام الكنيسه وترجع بسرعه، والله قادر انه يشفيك ويداري عليك ويستر عليك ويزيل كل هذه الاثار. معلش اثار مدمره، ولكن هناك ايضا نعمه غافره. احبائي اتكلمنا النهارده في موضوع مهم جدا يخص العيله، الحب الحسي. اوعى تاخد الخط ده، اوعى تمشي في خط النار ده، اوعى تاخد لذه تنتهي بدمار، اوعى تاخد شهوه تحطم نفسك وروحك. لكن اذا كنت سمعت تحذير لكل واحد بيفكر في الخط ده، وامل ورجاء لكل واحد غلط، في حضن الله المفتوح يقبل توبته. احبائي بنشكركم، مستنيينكم، عاوزين جواباتكم، عاوزين مشاكلكم، عاوزين ايميلاتكم، ونقول لكم دايما احنا في شوق وانتظار، عشان ده البرنامج اللي هينجح بيكم، ده منكم وليكم، برنامج عائلتي.